حواراتنا عن التخصصات المختلفة مع الأخصائيين. بداية نرحب بالدكتور أنس النتشة، أخصائي كلينيكال باثولوجي في القطاع الخاص. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله اليوم راح يكون كلامنا عن الكلينيكال باثولوجي. بداية بعد إذنك حكيم، إذا في مجال تعطينا نبذة عنك، عن التخصص على السريع. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم للاستضافه، والله يجزيكم خير. انتم في برنامج حكيم، يعني لنا سنوات بنعرف عنكم وعاملين جهد كثير كبير لارشاد الاطباء الجدد. في البدايه انا الدكتور انس صادق النتشه، اخصائي كلينيكال باثولوجي بسموه طب المختبرات السرير. نبدا على التخصص بشكل عام، بس حاب اوجه نقطه انه احنا عندنا هون في الاردن معظم الطلاب ومعظم الاطباء الامتياز بيعرفوا انه الباثولوجي هو الانسجه وعلم الامراض. الباثولوجي بشكل عام، التخصص الباثولوجي ينقسم قسمين. القسم الاول اللي بنسموه الاناتوميكال باثولوجي او الهيستوباثولوجي، هو هذا علم الامراض او الانسجه، او بسموه تخصص الانسجه او علم الانسجه اللي معظم الناس بتعرفه واللي الناس بتحكي عنه. التخصص الثاني بسموه كلينيكال باثولوجي. الكلينيكال باثولوجي هو بسموه طب المختبرات السريه. طب المختبرات السريرة اختصاص يختلف تماما عن الاناتوميكال باثولوجي، له الريزيدنسي كامله تختلف تماما، طبيعه الشغل يختلف، فرصه العمل تختلف، المسمى الوظيفي، كل شيء يختلف عن الهيستوباثولوجي. بيشتركوا طبعا في نقاط معينه، ولكن توتالي يختلفوا كبورد كريزيدنسي كامل ديفرنت. النقطه الثانيه انه الكلينيكال باثولوجي كتخصص هو ليس تخصص واحد، هو عبارة عن فايف برانش، في له خمس اختصاصات. هي اختصاصات فرعية، ولكن هي لا تعتبر سبيشاليتي، انت بتختار واحد منهم لما تيجي تتخصص بالكلينيكال باثولوجي. انت بدك تشوف اي واحد من الخمسة حتتخصص فيه. طبعا انت ممكن بناء على حسب ايش المؤسسة او ايش المستشفى، ايش هي اصلا موفر الاختصاص، وبالتالي بتشوف تلتحق باي برانش. البرانشز الموجودة عندنا في الكلينيكال باثولوجي خمسة، اللي هم المايكروبيولوجي، الاميونولوجي، البايوكيمستري، والهيماتولوجي، والبلاد بانك. طبعا الوضع عندنا في الأردن في له ترتيبات معين، خارج الأردن يختلف، خاصة في نحكي في الوطن العربي كبيروت كمصر كالجزائر، أو خارج أوروبا أو أمريكا زي اليوكي أو ألمانيا أو أمريكا. فطبعا يختلفوا من ناحية التدريب ومن ناحية حتى الريزيدنسي مرات بتكون تختلف، ولكن بشكل عام كله يعني بوصل لنفس المرحلة. فهذا الاختصاص بشكل عام، انه احنا عندنا الباثولوجي مش شيء واحد، هو اختصاصين. في عندنا الاناتوميكال باثولوجي الانسجه المتعارف عليه، والكلينيكال باثولوجي اللي هو التحاليل ومختبرات وبسموه طب المخبري، اللي هو تدخل في التحاليل وما الى ذلك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بعد إذنك حكيم، ذكرت جزء من التفاصيل عن التخصص والسب سبيشالتيز، بس من أهم الشغلات اللي الطلاب وأطباء الامتياز وغيرهم بيسألوا عنها هي إيجابيات التخصص وسلبياته، بحيث يساعدهم على الاختيار أو السعي لهذا التخصص. فمن تجربتك في الإقامة وبعد الإقامة، إيش الإيجابيات اللي شفتها، إيش السلبيات اللي شفتها، بحيث الناس تكون على يعني تأخذ التجربة. خلينا تمام. هلا انا حتكلم من باب التجربه عن انا الريزيدنسي كانت عندي في مستشفى الجامعه الاردنيه، فيعني معظم الكلام حيكون عن هاي التجربه اللي انا شفتها. ممكن يكون الكلام اللي انا بحكيه ممكن ما يطبق في انستيتيوت ثانيه، ولكن بالمجمل حسب معرفتي بالمجمل كله قريب من بعضه. في البدايه الايجابيات، اهم ايجابيه كانت الناس اللي حابه تدخل اختصاص او حابه تدخل اختصاصين سواء هيستوباثولوجي او كلينيكال باثولوجي، هو طبيعه الدوام وساعات الدوام. الدوام طبيعة دوامه مريح جدا، مريح جدا جدا جدا. احنا ككلينيكال باثولوجي كنا نشتغل من الساعة 8 للساعة 4، دوام كانك زي موظف على الشفت الصباحي، جمعة سبت عطلة، كل العطل اللي بتعطلها سواء أعياد، مناسبات رسمية، مناسبات وطنية، ايش ما كان في عندك عطلة بتعطل، لأن يعني انت مش مطلوب منك شيء. ما عندك اون كول، ما عندك مناوبات، ما عندك امرجنسي، ما عندك اي شيء. فالدوام طبيعته مريحة لطيف، خصوصا للطبيبات المتزوجات واللي عندهم أطفال، يكون نمط الشغل، نمط الحياة الأسرية جدا جدا مريح ومستقل. طبعا هذا في محطة الإقامة.
ما بعد الإقامة يختلف على حسب كيف الأمور صارت، أنت وين رحت. فهذا أهم نقطة. الإيجابية الثانية اللي هو طبيعة العلم نفسه، الدراسة، الاختصاص كشغل جدا ممتع، لطيف، مريح. الدراسة سهلة لأنه بكون معك وقت تدرس، بكون معك وقت تسوي كثير شغلات، فما بتحس إنه في ضغط كبير. بس بالمقابل الدراسة يعني بتكون مركزة كثير ومحتاجة دراسة كثير عشان تواكب كل الشغلات اللي بدك إياها، بس بكون معك وقت. يعني قد ما كان الوضع ما بتكون زي اختصاصات الكلينيكال زي الباطنة، الجراحة أطفال، ما يعني لا، أنت بتكون مرتاح، بتكون مبسوط، بتقدر على تنزل على المكتب وقت ما بدك. يعني الموضوع كتير 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 مريح بيكون. فهذا أهم اثنين، أنت عندك طبيعة الدوام مريح جدا جدا، النقطة الثانية طبيعة التخصص جميل، والعلم اللي أنت بتقرأه وبتشوفه بعينك وبتشوف كتير شغلات وبتسوي كتير شغلات بإيدك، فبكون الوضع لطيف عندك ممتع، خاصة إذا أنت كنت حاب الموضوع أصلا يعني. فهذا الأهم اثنين. هلا بالنسبة للسلبيات، السلبية هاي اللي بدي أحكيها أول شيء، حكي يعني كنت بحكيها معك دكتور محمد، إنه ممكن تكون إيجابية وسلبية بنفس الوقت على حسب الشخص. السلبية إنه أنت نوعا ما بتطلع عن الطب، يعني أنت بتدخل عالم التحاليل الطبية، عالم الميكروبيولوجي والإيميونولوجي وتحليلاتهم والكالتشرز والكيدني فانكشن تيست والليفر فانكشن تيست. فأنت هذا الكلام أنت ما أخذتوش، أنت بتدخل على شغلات توتالي أنت ما أخذتها، ما بتعرف عنها أي شيء. احنا ما بنحكي عن الفحوصات، احنا بنحكي عن الاجهزه، البرنسبلز تبعت التست، كيف تظبط الاجهزه، كيف تقرا الفحص. طبعا في كتير تفصيلات في الكلام هذا، فانت بتحس حالك انه انت طلعت على مجال اخر على اللي انت كنت بتدرسه لك 6 سنين وبتشايفه في الامتياز. تحس حالك رحت على هيك زاويه مخفيه بعيده عن الكلام اللي كنا نحكي عنه. فهاي في ناس بحبها، في ناس عادي، في ناس بقول لك لا يعني شو اللي الله جبرني ادخل على علم جديد، انا اصلا يا دوب حفظت اللي عندي. هاي نقطه. النقطه الثانيه، طبيعه التعامل مع الناس او التعامل مع المرضى. هذا الاختصاص انت ما بتتعامل مع المرضى، ما بتشوف مرضى، ما بتتكلم مع المرضى، ما لا في شيء اسمه هيستوري واكزامينيشن وفيزيكال، وهذا كله مش موجود. انت بس تتعامل مع الاجهزه، تتعامل مع العينات، تتعامل مع البيرسونال الموجود معك، سواء فنيين مختبرات او اخصائيين او سوبرفايزر او ما الى ذلك. فانت نوعا ما بتبعد عن المرضى كلياتهم. في ناس بيحبوا الكلام هذا، يقول لك انا بريح راسي. في ناس بيقول لك لا، انا بحب اكون دايركت، عندي دايركت كونتاكت مع المريض، اشوفه، اوصف له ادويه، افحصه، اشوف الابريشيشن تبع المريض انه لما يزبط معي واعالجه ويجي يشكرني وكذا. في ناس هاي الشغلات كثير كثير بتكون بحبها، انه يكون في دايركت كونتاكت بينه وبين المريض. بهذا الاختصاص هذا كله مش موجود. كونتاكت بيكون معك مع الموظفين في المستشفى او مع الاخصائيين. انت تتعامل مع طبيب او تتعامل مع الفنيين المختبر فقط لا غير. انت ما بتعرف المرضى، ما بتشوف شيء، ما بتتعاملش مع حدا. فهذا برضه ممكن. السلبيه الثالثه هي برضه مش سلبيه كبيره، ولكن هاي شغله انه دراسته حلوه وممتعه ولكن مرهقه. في تفصيلات كبيره 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 جدا جدا جدا، انت لازم تكون تعرف كل شيء فيها كطبيب. لأنه انت لما تدخل على المختبر انت ما انت مش زي فن المختبر، انت بتكون عارف كل تفصيله صغيره وكبيره في الموضوع، فانت مطلوب منك كم معلومات هائل جدا. طبعا ممكن انه يجي يحكوا لك انه يا عمي شو قارن بين الباطن وبين الجو، هو يعني بالاخير انه كل اختصاص له الكم الهائل تبعه. فهذا مقارنه انه صح انه الشغل ممكن تحسه مريح ولطيف والدوام حلو وجميل، ولكن كمية المعلومات اللي أنت مطلوب منك أن تكون عارفها سواء في امتحانات الإقامة أو في امتحان البورد، يعني معلومات هائلة جدا. الكتب الموجودة ما عندناش كتب ريفيو كتير، كل المعلومات كلها تيست بوك، فالكتب الموجودة كلها تيست بوك، فأنت مطلوب منك تشوف شغلات ضخمة جدا. فهذا برضو من السلبيات. في سلبية برضو معروف، خاص مش معروف. يعني أنا لما بلشت دخلت في القطاع الخاص وبلشت أشتغل وكذا، لما أطلع عند الأطباء أقول لهم أنا طبيب مختبرات، طلع فيك مين أنت؟ يعني أنت شو بتشتغل؟ شو بتسوي؟ يعني أنت لا باطني ولا جراحة ولا إشي يعني. فلما تبلش تحكي لهم تشرح بيبلش يقول لك حتى إحنا يعني حسب معلوماتي حتى في الأردن يعني إحنا كتير قلال، يعني يمكن أقل من 20 واحد على مستوى الأردن كلياتها. ما في كلينيكال باثولوجي كتير 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 يعني.
الشغلة السلبيات كمان هذا بتحطوا فيه إنه فرصه قليلة، فرصه قليلة. هلا كمان ممكن نيجي بالتفصيل لما نتكلم عن الشغلات هاي، في له كتير تفصيلات، فممكن بوقت لما يكون له فهم ندخل فيها إنه فرصه قليلة سواء في الداخل أو في الخارج، أو كيف ممكن تبلش شغل أو تفسع، أو أنت شو حيكون مجالك بعد الاختصاص والكلام هذا، إن شاء الله بيجي فيه بالأسئلة يعني تفصيل. يعني ما شاء الله غطيت الجوانب كلها. يعني هذا طبعا يعني لسه شيء يعني نوعا ما بسيط من ممكن الواحد، لانه زي ما حكينا نوعا ما انت تطلع عن الطب، فممكن تواجه كثير شغلات انت ما كنتش متوقع انك تشوفها صراحه. هو مثل ما ذكرت انه في النهايه كل تخصص له وعليه، يعني في تخصصات ايجابيه انه بالضبط. انت في احتكاك مباشر مع المرضى، في تخصصات العكس تماما، في تخصصات يمكن بالنص، فبرجع لتفضيل الشخص نفسه ايش التخصص اللي هو بفضله او انسب لشخصيته. بالضبط بالضبط. حكيم، بدايه ذكرت لنا السب سبيشاليتيز الموجوده في التخصص او التخصصات اللي تختارها مباشره بس تدخل، وبرضه بالنسبة لإقامتك في المستشفى الجامعة الأردنية، يعني بيخطر في بال مجموعة أسئلة. الأول إنه إيش المستشفيات الموجود فيها برامج إقامة في الأردن أو حتى برا، والإشي الثاني اللي هو فكرة السب سبيشاليتي، يعني هل في إشي لازم الواحد يسعى له خلال فترة الإقامة ولا لا، هي انفولد في فترة الإقامة نفسها. طيب هلا اول شيء انا حكيته في البدايه عشان تكون الصوره واضحه، الاختصاص نفسه هو مش اختصاص واحد، هو عباره عن 5 اختصاصات انت تختار واحد منهم. هلا لما انا ادخل مايكروبيولوجي انت صار اسمك كلينيكال باثولوجي بين قوسين مايكروبيولوجي، يعني هاي النقطه. بعدين اذا خلصت حابب انك تدخل اللهم اسم محمد سب سبيشاليتي، هون انت بتدخل في اختصاصات ثانيه. يعني احنا معظم الاطباء اللي كانوا عندنا وكانوا شغالين فيه بيكونوا هم مايكروبيولوجيست، وبعدين دخلوا فيرولوجي او دخلوا باراسيتولوجي او دخلوا بكتيريولوجي، هذا السب سبيشاليتي. يعني احنا عندنا يعتبر اكبر طبيب اللي هو استاذنا ومعلمنا الدكتور عزمي محافظه، الاغلب ممكن الكل سامع فيه او بيعرفه، هو كان رئيس اختصاص الكلينيكال باثولوجي، هو مايكروبيولوجي اميونولوجي. هلا احنا بالجامعه الاردنيه هم دمجين اختصاصين ببعض، يعني احنا بالجامعه الاردنيه كنا ناخذ المايكروبيولوجي والاميونولوجي بنفس الاقامه، دمجين يعني دمجين اقامتين باقامه. فالدكتور عزمي الله يحفظه هو مخلص من الجامعه مايكروبيولوجي اميونولوجي، وبعدين مكمل السب سبيشال تبعته في الفيروسات، هو فيرولوجيست، غير انه بعد ما خلص اختصاص دخل فيرولوجي وماخذ الدكتوراه في الفيرولوجي، فهو يعتبر من اكبر الفيرولوجيست الموجودين عندنا في الوطن العربي صراحه. فهذا نوع من انواع السب سبيشال. هو زي ما حكينا الاختصاص مش معروف كثير، فالكلام فيه شوي الناس ممكن يتوه. في البدايه الاختصاص كلينيكال باثولوجي ينقسم لخمسه، زي ما حكينا 5 برانش، ممكن الواحد يدخل مايكروبيولوجي او اميونولوجي او بايوكيمستري كلينيكال بايوكيمستري او بلاد بانك او هيماتولوجي. كل واحد من هدول الخمسه هو عباره عن اختصاص له ريزيدنسي 4 سنين، له امتحان بورد يختلف تماما عن الاقسامات الثانيه، على الاقسام الثانيه له برنامج كامل يختلف، ولكن انت وين تدخل يعتمد على حسب ايش المستشفى بدك تدخلها. هلا نيجي هون نحكي ايش المستشفيات اللي اصلا عندنا موجوده في الاردن. عندنا مستشفى الجامعه الاردنيه بتعطي برنامج الكلينيكال باثولوجي ضمن بسموه كومبايند بروجرام ما بين المايكروبيولوجي والمينولوجي. عندنا حاليا جديد يمكن لهم 2 أو 3 سنين تقريبا الجامعه مستشفى الملك المؤسس في اربد جامعه التكنو فاتح كلينيكال باثولوجي مايكروبيولوجي فقط. هلا بصراحه انا لاني مخلص لي فتره البورد وممكن في شغلات جديده انا ما بعرفها، بس انه هذا حاليا اللي انا كنت متاكد منه، لانه انا وانا انا اخر سنه في الاقامه فاتحين مايكروبيولوجي كانوا الملك المؤسس. المدينه برضه بتفتح كلينيكال باثولوجي، في عندهم هيماتولوجي، في عندهم مايكروبيولوجي، امرات بيفتحوا اختصاصات ثانيه بس مش دائما. غير هيك هدول هم اهم 3. الصحه حسب معلوماتي كان عندها حاليا
الاغلب انهم موقفين لانه ما في طلب او ما في اخصائيين عندهم انه يغطوا انه يكونوا هم مسؤولين عن مقيم. فاحنا بدهم يتاكدوا انه هل تم طرح الاختصاص في الصحه، هل تم طرح الاختصاص هذا ولا ما تم طرحه، وانه اذا تم طرحه شو هو البرانش او ايش الفرع اللي تم طرحه، اي واحد من هذول الخمسه اللي هم بدهم اياه. فهذول هم احنا في الاردن هذا. فعشان هيك لانه البوزيشن قليله وبالتالي بالسنه بياخذوا، يعني كل مستشفى بياخذ واحد، ومرات بياخذوا واحد كل سنتين، مرات بياخذوا واحد كل 3 سنين. عشان هيك هذا اختصاص مش كتير معروف، احنا بشكتار كبوردد المخدين بردي البورد فيه بشكتار على مستوى المملكه احنا قلائل. هذا يرجع انه عدد الاقامه اصلا البوزيشنز قليله، والبوزيشن مش كل سنه يتم اخذ بارتيسيبنت فيها زي الباطنه او الاطفال او التخدير، انه بياخذوا ممكن المستشفى ياخذوا 5 10، احنا لا بياخذوا واحد، ممكن ياخذوا واحد كل سنتين، ياخذوا واحد كل 3 سنين. على عكس الهيستوباثولوجي، الهيستوباثولوجي لا، الهيستوباثولوجي سنويا في بوزيشن، وسنويا ممكن ياخذوا اكثر، ممكن ياخذوا 2، ممكن ياخذوا 3، ممكن ياخذوا 4 على حسب الحاجه. ولكن انه هذا كل سنه في ناس، لانه طبيعه البرنامج معروف اكثر، في ديمومه له، كل سنه بدخل ناس جونيور وبتخرج ناس سينيور، فدائما في مستويات. يعني انا اذكر انا لما دخلت كنت انا وزميلي الي سنه اولى وما في غيرنا في الاختصاص كله، يعني ما كان عنده لا سنه ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه، وكنا احنا الجونيور والسينيور، ما في اما احنا الاثنين احنا. وبعد سنه، السنه اللي بعدها دخلت عندنا دكتوره معانا، فكنا احنا 3 في القسم. ولما انا تخرجت، يعني لما انا كنت سنه رابعه دخل كمان طبيب، ففي عندنا سنه ما اخذوش حدا فيها. احنا عندنا يعني قعدنا 3 سنين في الاختصاص كنا عباره عن 3، الطبيبين سنه ثالثه وطبيبه سنه ثانيه وما في سنه اولى. فهو هاي اختصاص مش دائما بيكون في اخذ. وطبعا برجع بقول على حسب المؤسسه، في مؤسسات بتاخذ كل سنه، في مؤسسات تقول لك لا ما في اقبال، او ما عندي اخصائيه انه يغطوا بناء على تعليمات المجلس الطبي. فانه الموضوع مش دائما فيكسد انه والله لا في، على عكس الله محمد الهيستوباثولوجي، الهيستوباثولوجي لا في ديمومه اموره تمام. هذا بالنسبه للاردن. عندنا الحسين للسرطان ما في، الحسين للسرطان بياخذ هيستوباثولوجي بس، ما فيهاش كلينيكال باثولوجي. هذا بالنسبه للاردن. هلا نحكي برا الاردن، في عندك الزمالة المصرية بتعطي كلينيكال باثولوجي 4 سنين، بس طبعا هي مشكلتها انه ممكن شوي يكون مكلفة، لانه الواحد اللي يسافر على مصر تكاليف كلها عليها بتكون، لانه يعتبر اجنبي. في بيروت، في البرنامج اللي كويس ببيروت كلينيكال باثولوجي بالجامعة الملكية ببيروت، بس مشكلة هلا بيروت وضعها شوي للاسف الله يكون في عونهم يعني. فالجامعة كانت تعتبر من يعني من أكبر المستشفيات أو من أكبر المراكز اللي كانت في الكلينيكال باثولوجي، تعتبر الجامعة الأمريكية بيروت المستشفى تبعها كان يعني يعتبر من المراكز المهمة في الكلينيكال باثولوجي. حتى هم عندهم برنامج بسموه الـ ABCD، بيكون أناتوميكال باثولوجي والكلينيكال باثولوجي مع بعض، بس بيكون ب6 سنين مش 4 سنين. يعني بيطلع الأخصائي منهم بيكون هو هيستوباثولوجي وبيكون كلينيكال باثولوجي مع بعض، بس لكن بتكون 6 سنين. نيجي على اوروبا زي بريطانيا او المانيا، المانيا عندهم كلينيكال باثولوجي، بس صراحه مش متاكد هل هي 5 سنين او 6 سنين، بس انا متاكد انه الاناتوميكال باثولوجي عندهم 6 سنين، فالكلينيكال ممكن يكون مشابه له في المانيا. في بريطانيا يختلف 4 سنين، نظام البريزيدنسي يختلف، هم بيداوموا مع الباطني ما بيداوموا في المختبر، بيداوموا كانفكشوس ديزيز او كانفكشن كنترول اكثر من انه يداوموا كلابوراتوري بيرسونال. الكلام هذا احنا عندنا لا، احنا عندنا بنداوم في المختبر توتالي، يعني ما بداوم، ما بشوف راوندات ومورنينج ريبورت، وهذا كله مش موجود، يعني انت عايش في المختبر. امريكا لا، عندها النمط تبعنا ولكن داخلينه كلينيكال، في يعني بيسوي ماتش، بده ينتبه في مستشفيات بتعطي سي بي كامل، وعندهم هناك يختلف، عندهم السي بي كل البرانشز بنفس السي بي بنفس الكلينيكال باثولوجي، بياخذوا 5 مع بعض بعد 4 سنين، او بدخل
في منهم بياخذوا اي بي سي بي، بياخذوا اناتوميكال باثولوجي او كلينيكال باثولوجي حسب المستشفى او حسب البروجرام، بياخذوا الاثنين مع بعض باربع سنين، ولكن غالبا هاي البروجرام بتخص يعني بيكون غالبا كل التركيز على الكلينيكال باثولوجي، بيكون يعني هو داخل هيستوباثولوجي يعني بيكون تقريبا نحكي 3 سنين، 3 سنين وربع كلينيكال عفوا هيستوباثولوجي، وهيك 7 8 اشهر بيغطي فيهم شويه كلينيكال باثولوجي، فبيكون التركيز كله على الاناتوميكال باثولوجي. ولكن في مستشفيات، في انستتيوشن بتعمل بروجرام كامل كلينيكال باثولوجي وبياخذ بيشوف كل شيء فيه. فهذا تقريبا معظم الشغلات اللي عندنا. في بالجزائر بيعملوا برضه كلينيكال باثولوجي، ولكن مش مشهور عندنا صراحه، ناس ما تعمل الاختصاص في الجزائر والكلام هذا. فيعني اللي بده يدور بده يبحث كثير في الموضوع، لانه يعني ما في سورسز على الموضوع هذا. باستراليا برضه موجود بس غالبا بيكون كومبايند، غالبا بيكون كومبايند، بس هي هاي مشكله انه الكومبايند حلو ومش حلو، لانه حلو بيكون بياخذ علم كبير، بس انه غالبا غالبا يطغى الهيستوباثولوجي على الكلينيكال باثولوجي. فغالبا في بعض المستشفيات او الانستتيوشن بيكونوا طالبين انه هو بده يكون الكور تبعه او التخصص الاساسي كلينيكال باثولوجي فقط، ما يكون كومبايند بروجرام. إذا بدنا نحكي للشغل لقدام نجي التفصيلات إن شاء الله لقدام هذا الكلام. فغالبا هو هذا الاختصاص. عندنا 5 برانشز بالجامعة، عندنا بالأردن الجامعة الأردنية التكنو والمدينة الطبية، هذول أهم 3. الصحة ممكن آه ممكن لا، على حسب القسم، ما في إشي مؤكد. أمرات كانوا يقدموا وأمرات كانوا ما يحطوش الاسم الاختصاص كامل، فبدهم يشوفوا. وغالبا بدك تشوف أنت بأي برانش إيش المطلوب قبل ما تدخل، بحيث أنت تكون عارف أنت داخل على شيء. حكيم، بالنسبة للخدمات، كونه بيكون مرات بيكون في امتحانات حسب التخصص، فهل في مصادر معينة تنصح إنه مثلا أطباء الامتياز إنه يدرسوا منها لو كانوا مختارين هذا التخصص، أو لحتى المقيمين؟ حسب علمي وحسب معلوماتي الامتحانات القبول في هاي الاختصاصات بتكون جنرال، ما عندك يعني ما فيش، بتقعد بتدرس جنرال أطفال نسائية توليد باطني الكلام هذا وبتدخل. ما في، لأنه زي ما قلت لك العلم تبعنا يعني أنت بتدخل على العلم أنت أصلاً تعرفش عنه إيش، فما مش حيمتحنك بشيء أنت أصلاً ما شفتوش يعني هاي الكلام. فأنت بتدخل جنرال، امتحانات كل امتحانات اللي قدمتها كانت كلها جنرال، ما في يعني حتى في الامتحانات اللي قدمتها لما كنت بدي اشوف الهيستوباثولوجي او الكلام هذا في التكنو هذا كله جنرال، تدخل جنرال. هو الامتحان موحد غالبا للجامعات يعني بتكون، او يعني لكل جامعه بيكون امتحان لكل اختصاصها، هو جنرال ما في شيء معين. حتى في المقابله يعني لما يجي يقابلوك ما في شيء يسالك، اللي يمكن يسالك برضه جنرال، لانه زي ما حكينا انت داخل اختصاص انت ما بتعرف عنه شيء، انت مش دارسه، عشان هيك كل امتحانات تكون جنرال. فاللي بده يدرس بده يدرس عادي، يعني احنا كنا ندرس على كتب استبات سواء استب 1 او استب 2 او ملخصات، في شباب بيدرسوا كم ملخصات على حسب يعني الجامعه او على حسب الشباب اللي بيدرسوا حواليك خاصه يعني. فبدك تدخل جنرال وتشوف ان شاء الله ربنا ييسر. بس هو ان شاء الله يكون الامور اللي سمعناها صحيحه، انه لغوا موضوع الامبيد، انه غالبا هاي اختصاص اذا بدهم ياخذوا اكثر من حدا بيكون واحد بيد والباقي عم بيد، خاصه في الهيستوباثولوجي صراحه. يعني ان شاء الله يكون الموضوع التغى ولا كله بيد، فما في شيء بيعيقك. بدك تجيب علامه عاليه عشان هي النقطه، بدك تجيب علامه عاليه خاصه في التكنو عشان تدخل، يكون ترتيبك في دخول اختيار التخصص في البدايات، بحيث انك تقدر يعني غالبا بيختاروا بيكون البوزيشنز قليله، فانت يعني إذا دخل واحد أو اثنين، أول اثنين طلبوا باثولوجي خلص سكر الاختصاص. فأنت الواحد بده يكون ضامن إنه جايب علامة عالية بحيث إنه يقدر يدخل أول ناس أو يدخل على المقابل أول إشي، ويختار يشوف إنه ممكن ياخذوه ممكن ما ياخذوه، بحيث إنه نوعا ما يضمن إنه ياخذ بوزيشن إذا كان الاختصاص هذا بالفعل. حكيم، هل في بالأردن برامج إقامة في القطاع الخاص الكلينيكال باثولوجي؟ لا ما في. ولا مستشفى خاص عنده شيء زي هيك. هو اللي انا بعرفه واللي فهمته صراحه مطلوب من المجلس الطبي انه حتى يتم اعتماد الاختصاص لازم يكون هناك 3 اخصائيين على الاقل لكل مقيم،
او اخصائيين او اخصائيين اثنين في الاختصاص على الاقل لكل مقيم. طبعا في اعتبارات كثيره تتحسب فيها، ولكن هو هذا. فاحنا عندنا في القطاع الخاص ما بعينه كلينيكال باثولوجي عليه كثير، بعينه واحد بس، بعينه واحد يمشي الامور في المختبر ويكون بيشتغل بالشغل تبعه او باختصاصه. فغالبا يعني لو هو عرض الواقع مش محتاجين اكثر. فهذا دائما بتشوف في المستشفيات الكبيره اللي هو المستشفيات الجامعيه، لانه بيكون عندك اطباء كثير بدرسوا في الكليه وبيشتغلوا في المستشفى، وبالتالي بيكون عندهم عدد سواء في المستشفى الجامعه الاردنيه او مستشفى الملك المؤسس لانه تابع للتكنو تابع للاردنيه. والمدينه الطبيه بحكم الحال لانه مختبراتها كثير كبيره وعندهم كثير اخصائيه سواء هيستوباثولوجي او كلينيكال باثولوجي، فهم قادرين انه ياخذوا اقامه بشكل شبه سنوي. يعني ما بنقدرش نحكي سنوي لانه في سنوات ما تنزلش، فشبه سنوي فيه. على عكس طبعا حكينا الاناتوميكال باثولوجي لا، امورهم ان شاء الله بالسليم. يعني بحكم الانكونسستنسي الموجود، هل فرص العمل لحد خلص من التخصص هذا متوافره مش بزياده؟ ايش الوضع؟ هلا نيجي نحكي للجد. الاختصاص حلو جميل، أموره تمام مريح، بس بالنسبه لي لوجهتي بعد، لانه انا في القطاع الخاص. نحكي لك شغله في البدايه عشان نكون واجهين احنا وين نروح. انا لما دخلت الجامعه الاردنيه دخلت مدني. المدني انا ما بدخلش دراسات عليا، انا ما معي اللي هو زي نحكي ماجستير، لا انا معي اختصاص فقط بورد، لانه انت تعتبر موظف مستشفى وليس طالب دراسات عليا تابع لكليه الدراسات العليا في الجامعه الاردنيه. انا كنت مدني مهني بسموه، المهني حكينا بورد فقط. فانت البورد طالما ما معك ماجستير او ما معك دراسات عليا، وبالتالي موضوع التدريس educational هذا بدك تحطه على جنب. هلا نحكي بشخص خلص كلينيكال باثولوجي معاه بورد، وين بده يروح؟ هلا انت لما تاخذ بورد، انت كطبيب اخصائي كلينيكال باثولوجي او اخصائي اناتوميكال باثولوجي، انت ما بتفتح عياده، غير مسموح لك انك تفتح عياده. انت اختصاصك اختصاص مخبري، مسموح لك بيعطوك ترخيص فتح مختبر من وزاره الصحه، ترخيص فتح مختبر بتسمح لك تفتح مختبر. هلا الكلينيكال باثولوجي عنده نحكي احتمالين. احتمال اول انه يشتغل بمختبر. هلا شو بده يشتغل بمختبر؟ هلا على حسب شو موجود. هلا غالبا يتم بكون مدير مختبر، بيكون مدير مختبر لمستشفى، مدير مختبر لفرع من افرع المختبرات الكبيره زي بيولاب ميجالاب ميدلاب هاي الشغلات، او يشتغل كاخصائي مختبرات في المختبرات المركزيه في بيولاب ميدلاب، يعني يعتبر اخصائي من الاخصائي الموجودين في المختبر المركزي، او مدير فرع، او مدير مختبر خاص، مدير مختبر في مستشفى خاص، يعني مدير مختبر مستشفى التخصصي او الاستشاري او يعني whatever. فهذا من ناحيه شغل، او بده يفتح مختبر له زي ما سويت انا، تشتغل انت بتفتح انت مختبر وتشتغل في المختبر الخاص، يعني اذا كانك فتحت عياده بس بدك تفتح مختبر. طبعا عشان تكون بالصوره ممكن احنا نقول لك انه عمي يعني شو فرق انه انت يعني بتصير زيك زي فني مختبر. من ناحيه علميه، من ناحيه شغل، يعني انت بصراحه في فرق مراحل، من ناحيه علم، من ناحيه انت فاهم شو قاعد بتسوي، انت فاهم ايش قاعد، كل شيء انت فاهم في المختبر، انت فاهم عنه. النقطه الثانيه، اذا كان واحد مخلص ماجستير انا ممكن يدخل مع ممكن يدخل طبعا يشتغل في القطاع الخاص او يشتغل في المستشفيات زي ما حكينا مدير مختبر كذا، او ممكن يدرس يتم ابتعاثه عن طريق الجامعات سواء الجامعه الهاشميه، جامعه اليرموك، بلقاء، يعني هلا بطلبه بدرس على اختصاصه، بدرس مايكروبيولوجي، بدرس اميونولوجي، بدرس بايوكيمستري، على حسب هو ايش مخلص، هيماتولوجي، على حسب ايش مخلص بلش يكون ابتعاثه، وبيكمل دكتوراه برا في الجامعه بعمله، وبرجع بيكون ملتزم مع الجامعه اللي هو تم ابتعاثه عن طريقها وكمل. او ممكن انه يدرس عادي، يدرس على الماجستير عنده من دون ما يتم ابتعاثه، يقدم انه يكون يعني دكتور من دون يعني من دون ما يكون عضو هيئه تدريس متفرغ، يكون دكتور بس يطلع يدرس محاضرات ويرجع، فهذا ممكن برضه. فهو هاي النقطه عندنا بسوق العمل. على النقطه الثانيه، هل هذا متوفر ولا لا؟ يختلف، ولكن بشكل عام مش كثير فرص العمل ليست متوفره جدا كالاختصاصات الثانيه.
ليش؟ نحن جينا المستشفيات، المستشفيات زي ما حكينا هو بده مدير مختبر او بده حدا يمسك المختبر عنده، فبيجيب اخصائي. اذا هذا الاخصائي كان مرتاح معه واموره تمام، هذا ممكن يضل معاه بالما يتقاعد، وبالتالي ممكن يقعد 10 20 سنه ما يطلبش بوزيشن كمستشفى. هاي النقطه. المختبرات الخاصه برضه قد ما كانت كبيره بوزيشناتها قليله. احنا ما بنتعامل ك احنا مش اختصاص كتير موجود او كتير مطلوب زي تخدير اطفال، اطفال باطنيه نسائيه، انه ممكن يجي يقول لك انا بدي ثلاث اربع اخصائيه عندي، بدي منوبين، بدي حد يجي على الصباح وما هذا يمسك مسائي والكلام هذا. ما عندنا هذا الكلام، مش موجود. انت تشتغل مدير، المدير بيشتغل من السبعه، من الثمانيه للاربعه، من الثمانيه للخمسه ماكسيموم، بعدين يروح جمعه عطله، جمعه سبت عطله على حسب توابع المؤسسه. وبالتالي زي ما حكينا اذا كان يعني المستشفى اذا الدكتور مرتاح او الاداره مرتاحه معه والامور تمام، فهذا الطبيب المسؤول او الماسك المختبر هذا حيضله شغال معهم سنين، وبالتالي ما في بوزيشن في هذا المستشفى. الافرع الثانيه نفس الشيء، اذا المدير تمام اموره تمام. خارج برا الاردن مطلوب، ولكن برضه مش بوفره الاختصاصات الثانيه، خصوصا نفس نرجع لنفس السيناريو، يعني مستشفيات في السعوديه او قطر او البحرين او وات ايفر، نفس الشيء اذا عندهم اخصائي او اثنين مرتاحين امورهم تمام، هذول بكملوا معهم 20 30 سنه وهم قاعدين عندهم نفس البوزيشن وصلى الله وبارك. فانه فكره انه يطلبوا، غالبا بيطلبوا متى؟ بيطلبوا لما يكون في مستشفى جديد قاعد بيفتح، وغالبا غالبا الخليج بده خبره، يعني بده يكون اقل شيء معك 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين خبره عشان انه يفكروا ياخذوك. وغالبا بدهم خبره اداره مش خبره شغل، لتكون انت لابراتوري مانجر يعني، عشان انه انه ممكن انه ياخذوك. لانه يعني غالبا معظم الاشي بيكون بدهم سوبرفايزر او بدهم اشي اداري اكثر منك تكون لا شغال بايدك. فهذا من الشغلات ممكن انه لا الواحد لازم يفكر فيها صريح صراحه بشكل كويس قبل ما يدخل الاختصاص، عشان يشوف وهل هو اصلا حاب الاختصاص ولا مش حاب الاختصاص، حاب يدخل بهذا الشغل كلياته ولا مش حاب يدخل بهذا الشغل. لازم حاجه، انت بتتعامل مع عينات يعني، عبلاطه للناس اللي يسمعونا، انت بتتعامل مع بلاد ويورين وستول وفلويد، هذا انت بتشوف، انت ما بتشوفش ناس، بتشوفش بني ادمين، هذا انت بتتعامل معه. فاللي بحب الجو هذا او بحب انه يكون هو لحاله قاعد اموره تمام اوكي، بس بده يكون عارف وين بده يروح. لانه بصراحه نكون واقعيين، فرص الشغل حاليا في الاردن مش سهله، يعني حتى الواحد لما يخلص بورد الوضع مش بسيط. لما بخلص بورد حاليا بخلص حاله صار زي اللي خلص امتياز، يعني كأنك بلشنا من جديد بدك تدور وين بدك تروح، فالموضوع مش بالبساطه، فالواحد بده يحسبها كويس. طبعا اللي عنده علاقات بده يظبط اموره. هذا الاختصاص صراحه من العلاقات تحكم فيه دور كثير كثير، لانه حكينا البوزيشنز قليله، بده يكون واضح. او اذا بيعرف اذا هو عنده القدره انه هو يدخل المجال لحاله في القطاع الخاص برضه ممكن، بس يعني كل شيء له حسبتها، بدها تفكر بتمعن. او انه واحد مريح حاله انه انا عمي انا بخلص اختصاص واطلع برا، هذا برضه موجود. بس برضه برجع بحكي انه حتى في الخليج اللي هو اكثر الناس تطلع هناك ليس مطلوب بوفره، يعني انت لو الاطباء الحابين يشوفوا يطلعوا على الاعلانات اللي بتيجي من شركات التوظيف، بتلاقي كاتبين كل اختصاصات الدنيا وكل السب سبيشاليتي الموجوده في الدنيا، بس ما في شيء اسمه علم مختبرات وطبيب مختبرات. يعني حتى طبيب انسجه يعني قليل انك تلاقي شيء زي، بتلاقي مرصين كل الاختصاصات ما عدا احنا الاثنين اللي حرام مش موجودين الا ما. بس النقطه الثانيه، النقطه الجيده في هذا الاختصاص، انه اذا طلع لك غالبا لما يطلع لك في الخليج او غالبا لما يطلع لك برا، في علاوات كتير لهذا الاختصاص، في عندك علاوه لحال بسموها علاوه ندره اختصاص، لان هذا مش موجود. في عندك بونصات زياده لانه بدهم هذا الاختصاص والاختصاص مش موجود، فانت وجودك يعني يعتبر شيء سبيشال، ولكن بدك تظبط حالك. الموضوع مش بهالبساطه صراحه، ولكن يعني هل في شغل؟ في شغل، ولكن ما ليس بوفره البوزيشنز تبعت الاختصاص الثاني. في هذا يعني هذا نقطه صراحه للمقبلين على الاختصاص، عشان يعرفوا هذه نقطة جدا 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 مهمة ومحورية، بحيث انه يقدر انه يدخل او ما يدخل.
حكيم، ذكرت فرص العمل في الأردن وفرص العمل في الخليج. إيش بالنسبة لفرص العمل في أوروبا، بريطانيا، أمريكا؟ هلا يعني هل بدك، برضو نفس العملية بتطبق عليهم ولا لا لا الوضع لا أسوأ؟ هلا هو هي النقطة عندهم إنه الوضع عندهم يختلف عنا، الشغل عند تبعهم يختلف عن النمط تبع، يعني إحنا عندنا في الأردن طبيب المختبرات اللي بيطلع برا المؤسسة بيطلع يعني نحكي بنقسمهم، في عندك أطباء اللي هم بيشتغلوا في المستشفيات، في المستشفيات الجامعية هم بيدرسوا وبيشتغلوا في المختبر، بيكون عندهم شغل معين في المختبر بيسووه كذا، ولكن هو شغله الأساسي تدريس. هلا شغل الاطباء اللي بيشتغلوا في المختبرات غالبا بيشتغلوا من ناحيه اداريه، يعني بيكون لابراتوري مانجر، تمام. هلا هذا الكلام برا مش موجود، يعني ببريطانيا بيشتغلوا مع الباطني، بيمشوا مع الباطني بيشوفوا حالات بيدخلوا وبيطلبوا فحوصات، وهذا الحاله انسب فحوصات لها كذا، لانه صار عنده كومبليكيشن مع الادويه كذا خلينا نفحص الادويه الفحوصات كذا، فهو نمط الشغل او طبيعه الشغل تختلف، وبالتالي ما بتقدر تحكم. ولكن بشكل عام هذا الاختصاصات مطلوبه، خاصه بعد جائحه كورونا، خاصه لما بلشنا نحكي في اهميه دور المختبر في التشخيص واطفاء النتائج وترتيب الجائحه والكلام، هذا كلياته خلى هلا في بريطانيا واوروبا بسموه لابراتوري ميديسن، بسموه طب المختبرات. اللابراتوري ميديسن صار عليه لود، انه هم بدهم ما بدهم بس فنيين مختبرات، لا بدهم ناس علماء في اللابراتوري ميديسن، سواء في الفيرولوجيا او البكتيريولوجيا او الامينولوجيا او البيوكيمستري، او خاصه هلا في يعني في المايكروبيولوجي بهمهم كثير الموليكيولر، بس الموليكيولر مايكروبيولوجي بي سي ار وما شابه كذا، هذا صار عليه لود كبير. بامريكا في فرص كبيره له، خاصه انت يعني نحن نحكم على الماتش، امريكا بقدم لها حوالي من 75 ل 80 الف واحد في لما يخلصوا يو اس ام ال اي على الماتش، بياخذوا النص، بياخذوا النص تقريبا، بياخذوا من 37 ل 40 الف سنوي، فانت فرصتك في الماتش 50% تقريبا، هذا كاقامه. بعد الاقامه نيجي نسبه وتناسب عدد الاطباء حتى برا في اوروبا، عدد الاطباء اللي بيدخلوا الاختصاص كاناتوميكال باثولوجي او ككلينيكال باثولوجي بالذات اقل بكثير من الناس اللي بيدخلوا كلينيكال، سواء انترنال ميديسن او بيدياتريك او جاينا، فانت بتضلك في الزون انه انت اختصاص ومطلوب. حكيم بس الصوت بعد كويس أفضل شوي. اوكي، بعرفش ليش الاسر تكون الامور ماشيه يعني، ممتاز ممتاز تمام الامور مية. تمام. فاوروبا ما بتقدر تحكم لانه بصراحه ما في احصاءات واضحه، او غير الاحصاءات احنا ما بنعرف ناس كثير من اللي حوالينا، يعني انت تعرف اطباء كل واحد بيعرف ناس في دفعته، ناس دفع اكبر منه، اكم من واحد طلع تخصص كلينيكال الباثولوجي صح له شغل برا ما تعرف، بس اكم من واحد قدم يو اس ام لي او قدم بلاب او كذا وهلا بيشتغل باطني او جراحه او بيشتغل نسائيه او بيشتغل اطفال برا كثير، فهمت علي؟ لانه احنا بنعرفهم وسامعين الاختصاص هذا، الاختصاص مطروق الكلام عنه سهل، بس انت في اختصاص انت ما بتعرفه، وبالتالي انت ما بتعرفش حد اصلا تخصص هناك كلينيكال باثولوجي او شو بيشتغلوا هناك وين صح له الكلام، ما عندناش احصائيات يعني الكلام. يعني بقول لك حتى في الاردن اقلال، احنا اقلال ما في، يعني انا اذكر لما احنا دخلنا على البورد احنا كنا ثلاثه، صعب يعني مبين من الثلاث وين راح. يعني احنا ثلاثه، احنا لما دخلنا على امتحان الشفوي والعملي احنا ثلاثه، يعني بتسلوا عليك تسلاي، يعني انت كل اللجنه جايه على ثلاثه، فهو الاعداد قليله يعني، عمرات يعني في امتحانات كان يدخل على واحد، يتم تشكيل بورد لجنه بورد على واحد، هو بس واحد موجود ما في غيره في الاردن كلها، سواء في الخدمات او زي ما حكينا التكنو جديد، وحتى التكنو بياخذوا واحد بالسنه او اثنين بالسنه، يعني مكثره ما بياخذوش اعداد، فانت تدخل اختصاص يعتبر نادر، ولكن برضو خاص بس مطروق فرصة وخلاص مش برضه معروف، النسبة فرصه بتاعت برضو نسبة وتناسب، نعم نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. يعني أنا كنت أحكي لك قبل المقابلة برضو إنه أنت في أطباء تطلع بتحكي معها كذا بتطلع لك بيقول لك يعني أنت مين، يعني شو دارس،
انا في بس في بس هذا عشان موجودة. يعني في كثير اطباء يعني بيطلع يعني بعد ما تحكي بيطلع لك بيقول لك درس طب انت داخل كليه طب ومخلص وامورك تمام كذا ولا ايش يعني بالضبط؟ انت بتاخذ لانه مقابلة تشرح له احنا في كلينيكال مثلا. بالضبط بلش تحكي وكذا بقول لك والله يعني لطيف الوضع يعني. بس انه هو هذا هو بيعرفوه يعني في كثير اطباء استشاريين بتتعامل معهم بيقول لك انا عمري ما سمعت الاختصاص هذا كله يعني من وين جايين انتم؟ طب حكيم هسه واحدة من الإيجابيات إنه إلى حد ما إذا لقيت فرصة عمل فبيكون في استقرار بالموضوع، كونه الانستيتيوت نعم يحتاج يعني عدد محدد خلينا نحكي. بس بالنسبة لطبيعة العمل، يعني قلت لنا إنه أغلبه بيكون كمانجمنت، فجانب إنه صار في ريسيرش، صار في أبديت، صار في كذا، هل هذا الموضوع بيكون له حضوره في سنين العمل أو في سنين الإقامة؟ هلا هذا بيختلف على حسب المؤسسة اللي انت كنت فيها صراحة. يعني احنا في الجامعة الأردنية لأنه انت مستشفى جامعي او في التكنو في الملك المؤسس، موضوع الريسيرش موجود خاصة عند الأطباء لأنه في عندهم وقت انه يعمل القصص هذه زي الباطن والجراحة بيكون 700 ألف قصة براسه صراحة. يعني حتى المقيم يعني صراحة المقيم الكلينيكال اللي يدوب يلحق بالضبط. الأخصائي يعني يعني الأخصائي اللي بيدخل اختصاص سنة أولى باطني أو جراحة مهمة يعني ما الله يكون بعونهم الوضع بيكون عندهم جدا جدا مزري في البداية، وكل الأطباء وكل أصدقائنا عارفين الكلام هذا. ولكن إحنا لأنه شغلنا بسيط يعني غير بديش أحكي إنه بسيط يعني بديش أخف في الموضوع كثير، بس أنت مريح، أنت طبيعة شغلك مريح، وبالتالي فكرة إنه إنه تدخل ريسيرش وتعمل ريسيرش وتقترح على الأطباء اللي حواليك والأخصائيين المسؤولين إنك والله نعمل كذا وكذا فكرة مقبولة وواقعية. وإحنا يعني أنا بالنسبة إحنا كان عندنا دكتور الله يسهل الدكتور مالك سلام، هو أصلاً كان كثير حاب الموضوع هذا وكان يعني خلينا اجباري انه لازم انت تدخل معاي وتشتغل معاي وتعمل كذا. فاحنا يعني احنا اشتغلنا معاه بتو ريسيرش قبل ما اتخرج وسوي ببلش الحمد لله رب العالمين، وعملنا تو ريسيرش ببلش صاروا. فالموضوع لطيف بس زي ما حكيت بترجع على حسب المؤسسه، يعني ما تتوقع عدم المؤاخذه من مستشفى خاص بغض النظر عن الاسم انه والله يجي اخصائي يقول لك والله انا بدي اعمل ريسيرش كذا، صعبه. بدك مؤسسة على حسب المؤسسة يعني هو لأنه شيء مش إيه متطلب، ولكنه عندك مجال انك تعمله، هلا يعني اذا كان في عندك خافز او في عندك حدا ياخذ بيدك خلينا نحكي. بالضبط. هلا انا لما كنت في الجامعة الأردنية عسنتي لما كنا السنة الرابعة صار في قرار انه لازم يكون في عندك ريسيرش معمول سواء ينعرض على اللجنة قبل التخرج او يكون ببلشت عشان تتخرج قبل الطلاب كمتطلب تخرج، ولكن هذا انفرض على الطلاب اللي كانوا تابعين لكلية الدراسات العليا يعني طلاب الماجستير. فهذا كان شرط من شروط انه ياخذ رسالة الماجستير او شهادة الماجستير انه لازم يكون في عنده ريسيرش عمل. فبرجع بقول لك على حسب طبيعة المؤسسة. هلا هذا الكلام بيشمل الاناتوميكال باثولوجي او الهيستوباثولوجي مش الكلينيكال؟ كل الاختصاصات، كل الاختصاصات. يعني هذا الكلام هذا القرار اللي نزل على كل الاختصاصات شو كان اختصاصه. اي طبيب مقيم قبل ما يتخرج وياخذ شيء ممكن ياخذ بورد بس ما ياخذ شهاده الدراسات العليا اذا ما قدمش الريسيرش تبعه. فعشان برجع بقول لك بيعتمد على حسب انت مين، انت وين دخلت اختصاص. فبقول لك هذا الكلام سهل تطبيقه في مستشفيات الجامعيه زي الملك المؤسس لانه في عندك اطباء كثير، عندك حدد عالات كثير، عندك أطباء وأخصائية ومقيمين ومرضى وعندك داتا كبيرة شيء ضخم إنه ممكن تعمل يعني ريتروسبكتيف ستدي أو كذا يعني إشي مقدور عليه. ولكن في أماكن أخرى الموضوع ممكن يكون صعب إلا إذا ربنا رزقك أخصائي ربنا استشاري حاب إنه هو يسوي كذا وتدخل معه وربنا تحسن أمورك إن شاء الله يا رب. فهو بصراحة يعتمد كمان يعني دور الأخصائي اللي بيكون معاك بصراحة بيلعب دور كبير كبير جدا جدا، اللي يكون هو حاب إنه أنت تعمل ريسيرش، هو حاب إنه هو يدخلك، هو حاب إنه يعمل كلام. وهذا للأسف مش موجود كثير هلا. إن شاء الله على إيدكم بصير حكي. الله يستر أموري سيدي. آمين يا رب. إن شاء الله. بالنسبة لنقطة إنه الحد يكون أبديتد بعد ما يخلص فترة الإقامة، هل هي مطلوبة بشكل يعني كثيف ولا إلى حد ما لا؟
إلى حد ما لا صراحة. هلا طبعا يعني نحكي عشان نكون واقعيين، مهم جدا جدا نكون ابديتد، هذا إشي يعني خلصين منه احنا كأطباء وكذا، ولكن نيجي للشغل على أرض الواقع لا. ليش؟ لأنه طبيعة العمل بتكون أغلبها بالضبط طبيعة العمل، أنت بتعمل بروسيجرز، هلا في عندك كثير بروسيجرز، هاي البروسيجر خلص يعني معروفة مصادق عليها، أمورها منتهية وكل العالم تشتغل هذا البروسيجر، فما في يعني الأبديت غالبا الأبديت بيكون ساينس مش بروسيجرز، فأنت الأبديت تبعك بالساينس. هلا شو قيمة إنه أو شو القيمة المضافة إنك أنت تعمل أبديتد للكلام هذا على الشغل تبعك؟ يعني 95% ما في إضافة، فإنه إذا أنت شغلك تمام وأنت البروسيجر بتعملها تمام، بغض النظر عن نوع البروسيجر، بغض النظر عن نوع التستات أو أنت بأي قسم وكذا، فأنت بس وين الأبديت اتظبطت؟ يعني الأبديت أنت مطلوب منك كثير لما بلشت اللي هو الكورونا فيروس، فأنت كل شوي ايش بدك تشوف؟ متى تسحب للعينة، متى ما تسحبش للعينة، متى الناس اللي عندهم اكسبوجر متى اسحب له، متى اقول له لا انت ما في داعي تسحب، متى الفورس نيجاتيف متى اعتبره، الفورس بوزيتيف متى اعتبره، كيف بدي اطلع البوزيتيف، ايش انسب خيار الى هذا الفحص، اخذ رابيد تيست ولا اخذ بي سي ار ولا اخذ المسحه من وين، هذا كله والابيديميولوجي تبعته، هذا كله نتيجه انه صار في عندك ظرف جديد. ولكن بشكل عام معظم الكلام عندنا خاصه في الميكروبيولوجي يعني تقريبا الساينس يعني فيكست فيه تقريبا، يعني طبعا مش كل شيء، خاصه في البروسيجرز، ف يعني انت بترجع شغلات بسيطه بس، انت يعني لما اجي ادرس انا ولما اجي اراجع انت بتراجع ساينس، هي هاي الفكره، ما بتراجع شغل. يعني احنا ما عندنا زي الباطني والله البروتوكول انه اذا كان عنده دايابيتس وكان عنده هايبرتنشن شو اسوي وقديش لازم يطلع وقديش لازم، هذا كله مش موجود، رايحين راسنا من الكلام هذا. الله يعطيكم العافية يا رب. حكيم كونه ذكرنا فكرة الابديت، برضو فكرة الخبرة، يعني كونه في جزء بروسيجرز كثير في التخصص وفي العمل بعد الإقامة، ف يعني ايش وضعها؟ يعني هل الواحد لازم يحصل خبرة؟ من وين يحصلها؟ ايش يعمل؟ هلا الخبرة مهمة جدا جدا جدا، الخبرة بصراحة بدك تحصصها، بدك تحصلها من مستشفى كبير او من مختبر كبير عنده اكسبوجر. يعني احنا الحمد لله احنا في الجامعه كان عندنا اكسبوجر ضخم، شفنا كثير شغلات، فانت شفت تستات ممكن ما يعني انت ممكن يعني احنا في القطاع الخاص ممكن طول حياتك ما تحسش تشتغلها، بس لانه مستشفى لا حتشوفها، انه هذا هاي النقطه انه لازم تكون انت عارفها، لازم تشوف كثير شغلات. النقطه الثانيه هاي السؤال مهمه، اي حد يدخل هذا الاختصاص بدك تشتغل زيك زي فن المختبر عشان تاخذ العلم. يعني اذا بتدخل على المختبر انت مش طبيب، انت فني مختبر، وتبلش تاخذ من العلم. يعني احنا في بدايه اختصاصنا انا كنت الم عينات، انزل اجيب عينات وترقم عينات وكذا وكذا، بحيث انك تشوف العينات كيف تنسحب، شنو على العينات، ليش اخذ العينه هاي ما اخذش العينه هاي، طب ليش حطوا باليوتيوب هذا ما حطوش باليوتيوب هذا، طب شو انواع اليوتيوبات، بعد فتره بتصير تفكر شو انواع الشركات اللي بتسوي تيوبات، ليش هذا التيوب ازاز، ليش هذا التيوب بلاستيك، ليش هذا التيوب حاطينه من نوع ثاني. يعني بدك تشتغل زيك زي فن المختبر عشان تلقط كل شيء، هذا مهم جدا. يمكن يعني هذا الاختصار البروسيجر مش مطلوب منك كفترة إقامة، ولكن ضرورية لحتى تحصل الخبرة اللي راح تساعدك. لا 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 لا، لا مطلوب منك كل شيء. مطلوب منك كل شيء، مطلوب منك كل شيء، وهي النقطة إنه أنت أول سنة أول سنتين بتشتغل زيك زي فن المختبر، بس مع الوقت ومع الدراسة وكذا بتبلش إنه أنت تعلم فنيين المختبر أنت كنت تتعلم منهم، لأنه مع احترامنا لكل لابراتوري البيرسونيل اللي عندنا واجلهم احترمهم، هم علمونا ولكن هم ما في اشياء انت تعلمتها واخذتها ودرستها وكذا هم ما اخذوها، وبالتالي بعد فتره بتصير انت في عندك معلومات جدا ضخمه وعلم جدا ضخم في ادق التفاصيل، الفحوصات اللي انت بتعملها بايدك، يعني انت في فحوصات بايدك انت بتكون فاهم شو المواد اللي انت ماسكها وليش حطوا هاي الماده ما حطوا هاي الماده، وليش اختار هذا اللون ما اختار هذا اللون، ليش انا بشتغل على هذا الجهاز ما بشتغل على جهاز ثاني، هذا كله انت بتدرسه. ولكن فني المختبرات لا، هم بدرس ماخذين معلومات معينه وبيشتغلوا على اساس البوليسي تبعت المختبر وشغالين، فانت في البدايه تتعلم منهم، هم بيكونوا الاساتذه تبعونك. انا صح انه مع احترامنا لكل الاخصائيين اللي درسونا وعلمونا وكذا، ولكن الاساسيات تاخذها من فن المختبر، هو يعني كيف نحكي في الباطن امراتا
التمريض هم ممكن يساعدوك ويعملوك ويدربوك كيف تحط كانيولا وكذا وكذا، نفس السيناريو. فلازم مهم جدا أن تكون يعني العلاقة صداقة، والعلاقة تكون جدا جدا لطيفة، بحيث أنك يعني تضبط أمورك وتاخذ، ويكون طبعا الانفايرومنت تبع الشغل لطيف وحلو وكذا، وتاخذ علم وتشتغل وتضبط كل أمورك، تمشي الأمور يعني كلها بتكون بالسلاسة يعني. فما يطلع، فاهم، هذا النقطة مهمة، إنه ما يتطلع بندية إنه أنا طبيب واللي تحتي فني مختبر، لأنه في، أنت أول ما تدخل فني المختبر فاهم يعني كل إشي، أنت داخل بالمجال أنت مش فاهم فيه ولا إشي، مظبطش تدخل إنه أنت دكتور وفني مختبر، لأنه إذا ما علمك الأساسيات يعني حتاخد وقت كتير كتير بالكتب قبل ما تستوعب إيش قاعدين بيحكوا. أي هذه نقطة مهمة كمان. ايش طب في عنا؟ أظن غطينا فكرة الحياة، أثر التخصص على الحياة الاجتماعية، بس إذا في مجال نرجع نأكد عليها أو نوضحها طيب قبل ما نختم هلا نستقبل الأسئلة إن شاء الله. طيب هلا نيجي في بالنسبة للشغل. هلا احكي لنا في الإقامة، أنت مقيم، حياتك لطيفة، راتبك جاهز، تخصص لطيف، أمور تمام، خاصة للطبيبات اللي عندهم عيلة عندهم أطفال، وضع جدا 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 مريح، تعتبر حالها موظفة بنك، جمعة سبت عطلة، بتداوم من 8 ل 5، صلى الله وبارك، فيش انكول، فيش مناوبات، فيش اشي، فالوضع لطيف حلو. لما تروح البيت في الشغل فيش حد يحكي معاك، فيش ولا اي دخل يعني، انت والله في 3 عينات ما خلصتهمش اليوم عادي بخلصهم بكره، مش فارق، الموضوع بسيط يعني، هو على حسب السيستم يعني. المهم فالوضع لطيف. هلا بعد الاختصاص، بعد ما تخلص اختصاص تبلش الشغل، هتشتغل على حسب سيستم المستشفى اللي انت تشتغل فيه على حسب المختبر، ولكن غالبا 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 قريب جدا من سيستم الاقامه، الا لو انت فتحت شغل إلك. لا، لما تشتغل شغل إلك الحكي الثاني، انه ممكن تشتغل 10 و12 و13 ساعه، بحيث انه الواحد ياسس شغله والكلام هذا. ولكن لو تشتغل يعني كمدير مختبر عند مستشفى او اخصائي بمركز مختبر مركزي وكذا، لا انت بتكون لك ساعات نوم عادي، شفت ايه، من 8 ل 4، من 8 ل 5 زي ما حكينا. غالبا القطاع الخاص كله مش تداوم سبت، فانت عطلتك في الجمعه. ولكن نرجع نحكي انه انت لما تروح المساء ما عندك شيء، ما حدا بيتصل عليك، فيش شيء اسمه والله في عندي عينه فيتامين د ارجنت بدي اياها، لا ما فيش من الكلام هذا. فهذا الكلام ما بتشوفوش يعني، مش انه والله المريض، والله المريض مستعجل بده مش عارف، هذا الكلام مش موجود. فانت خلاص تفتح، خاصه في المستشفيات عادي، في مختبر طوارئ، وانا ماليش دخل فيه يعني، اشتغل كل شيء. فهذا الناحية المهمة اللي لازم الناس تعرفها، الناحية المادية. الناحية المادية لهذا الاختصاص، هو شو؟ كل اختصاص له جوانبه، الناحية المادية له جيدة، ولكن نحكي أقل يعني متوسطة. نحكي الأخصائي بياخذ تقريبا من زي الأخصائي الجديد يعني من 1200، 1100، 1300، 1400، على حسب كمان ايش الوضع اللي عندك، انه انت حتكون مدير بس ولا مدير حتشتغل، انت وين حتشتغل، هل انت دكتور في الجامعه وحتدر وحتشتغل في مختبر المستشفى، ولا لا انت بس بتدرس، هذا بيختلف، هذا كله بيختلف. ولكن الاختصاص تبعنا بشكل عام مختصاص الدخل المادي تبعه مش عالي مش زي اختصاص ثاني، ولكن انت بتاخذ لايف ستايل ايش على حساب ايش يعني. انت في عندك تبعون النسائيه، تبعون الجراحه، بحصص يعني بحصل دخل مادي جميل جدا وعالي جدا، ولكن في المقابل يعني النسائيه باي وقت ممكن تصطوا عليه يقولوا تعال، ممكن بده يطلع، ممكن يضلوا ساعات طويله في العمليات، خاصه كانت الاستعمالات عنده عالي، وبالتالي إشي احسب إشي. هو صح انه بيجيب دخل عالي، ولكن هو بيشتغل ساعات طويله جدا، انت ما بتشتغلهاش، بينام ممكن بنص اليوم بنص الليل صحوه، انت تعال، انت هذا الكلام كلش موجود عندك. فاللايف ستايل بحكم، فزي ما حكينا كل اختصاص له قصصه. اختصاص الكلينيكال باثولوجي قائم انه انت بتاخذ لايف ستايل جميل، لايف ستايل لطيف، بتاخذ اجازات وقت ما بدك، في شيء اسمه والله انت على الليستة وانت مناوب، مش بعرف ايش كلام، باخذ اجازه اسبوع، باخذ اجازه اسبوع بروح، ما حدش له دخل فيه، زي ما حكينا في شيء انت مش مسؤول عن شيء ايرجنت انه انت لازم تسويه يعني، عادي
في عندك فحوصات انت مسؤول تقراها، ممكن يصوروا لي اياها على الميكروسكوب او يصوروا لي اياها على الجهاز وكذا، وانا بقول لهم والله هذا كذا كذا وصلى الله وبارك، موضوع بسيط. ولكن في المقابله انت ما بتحصل دخل ضخم جدا، دخل لطيف اموره تمام كذا، وممكن يعني يعني في تفاصيل كثير ممكن انه تزود دخلك بتفاصيل ثانيه، ولكن بالمجمل الدخل تبعنا مش زي الدخل اللي فيه بروسيجرز ضخمه، زي نحكي القلب، زي النسائيه، زي الجراحه، زي الاي ان تي، زي اللي بيسوي عمليات. لا انت ما بتوصل المرحله، عشان الناس تكون بالصوره اللي بده ينبسط بده ينبسط هيك وهيك. الله يعطيك العافية حكيم. الله يعافيك يا رب. في عنا بالنسبة للأسئلة، في سؤال بالنسبة للإقامة في الجامعة الأردنية، كونه ذكرت أنه بيكون الإقامة تحت مسمى مهني، فهل برضه بتختلف كراتب وكامتيازات عن الاختصاصات الثانية بحكم أنهم بيكونوا ماستر، درجة ماستر؟ لا هلا الاصل ما يختلف شيء، ولكن بدهم يشوفوا هي النقطه اللي كنت احكيها من قبل، انه هل الامبيد لسه ما زال ولا لا. لا بعد الحمله الاخيره الاصل انه انتهى، ولكن غالبا المهني كانوا ياخذوهم امبيد او ياخذوا جزء منهم امبيد، وكانوا يدفعوا مصاري، كانوا يدفعوا حوالي 2000 ونص 2000 شيء بالسنه. ولكن كشغل، كطبيعه شغل، الامور هاي لا، انت زيك زي داخل دراسات عليا كامله، ولكن انه في النهايه انت بتاخذ بورد، هو بياخذ بورد مع ماجستير، ولكن كشغل، كطبيعه دوام، كمتطلبات، كايش مطلوب منك، انتوا الاثنين نفس الشيء، ما بيختلف تماما ولا شيء. برضو حكيم في سؤال بالنسبه، ذكرت الإقامة في دول كثيرة منها مصر والجزائر، في ناس بتسأل عن الإقامة في حمد أو حتى الشغل بعد ما يحصل لحد برنامج الإقامة، فهل في برامج إقامة موجودة في مستشفى حمد ولا؟ حمد اللي انا بعرفه عن حمد عشان اكون احكي كلام معنا معه، فانه عندهم اتوميكال باثولوجي، عندهم أنا هيستو باثولوجي، أمم عندهم هيستو باثولوجي، نعم هذا موجود. هلا هم كانوا طالبين ستيب 1 وستيب 2 او اي فورم 1 و 2، زمان كانوا بدهم ستيب 2 بس، ولكن هلا عدلوه صار ستيب 1 او ستيب 2 او اي فورم، يعني على حسب الموجود. ولكن هي النقطة انه يعني انا قدمت لحمد، اذكر قدمت، ولكن في فترة من الفترات ما كانوش يقبلوا اردنية، ف يعني احنا كل اللي قدم فيه فترة احنا قدمنا فيها، يعني ولا واحد من اللي قدم تم انه تم الموافقة عليه، ولكن حاليا يعني الاوضاع السياسية كويسة في بيناتنا. لبرنامج الإقامة حكيم ولا لا؟ لا لا، البرنامج الاقامة، البرنامج الاقامة. وبالنسبة للاختصاص، يعني حدا خلص اختصاص هل بطلبه برضه؟ ما اكيد بطلبه، بس زي ما حكيت الخليج بشكل عام بدهم خبره، يعني مينيمم بطلبوا ثلاث، مينيمم بطلبوا ثلاث، غالبا بطلبوا اكثر، ممكن ياخذوا اقل من ثلاث اذا كانوا يعني زي ما بحكي يعني بدهم اخصائي. هلا ممكن ياخذوا، خاصه بقول لك انه في ندره اختصاص، انت مش موجود، انت مش كتير، وبالتالي انه بيضطروا انه ما فيش الا واحد او اثنين يجونا، بيكون بدهم عدد، فما في يعني لما يطلبوا ما في حدا. نقولك احنا في الاردن يعني لا اعتقد ان احنا نتجاوز 20، خاصه لانه المشكله احنا ما اللجنه او في نقابه الاطباء، حتى يعني لما طلعت اسجل فيها فيش، يعني في لجنه لاطباء الانسجه بس ما في لجنه لاطباء التخدير، انا بقولك فيش حدا. فبقولك الخليج بده خبرة. حكيم آخر سؤال، في يمكن عن تخصص الموليكيولار بيولوجي، إنه هل له علاقة بالكلينيكال باثولوجي ولا هما تخصصين منفصلات ولا لا، هالتخصص هو التخصص، منفصل تماما؟ لا منفصل تماما، لانه بيدخلوا بشيء هم داخلين بفرع واحد من ال من ال من البيولوجي، هم بياخذوا بيولوجي، هم بياخذين من البيولوجي، هم صح بدخلوا شوي على البيسار وكذا، بس هم البيسك تبعهم بيولوجي،
احياء، لا احنا بندخل على الكلينيكال، احنا بندخل على الـ على الـ على الـ يعني الـ الاشياء اللي بتهمنا كمرضى، كامراض، كتحاليل، تشخيصات، احنا بندخل الاحياء بشكل عام. يعني هذا إشي وهذا إشي. في نهاية الحوار اليوم، نصائح للمقبلين على التخصص. نصائح للمقبلين للتخصص، يعني ما تدخله إلا إذا أنت بدك إياه، خاصة 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 يعني في ناس كتير بتحاول تدخله لأنه مريح، بقول لك أنا بدخل بسرع سنتين، بخلص يو اس ام اي، بخلص استبات، بخلص بلاب وكذا، وبعدين بطلع. للأسف إنه لأنه التخصص قليل، يعني بطلب واحد كل سنة أو كل سنتين، فإنه يعني أنا من وجهة نظري حرام إنك تدخل هذا الاختصاص وتضيع البوزيشن على ناس هم جد بدهم اياه، هم حابين يدخلوه. لانه يعني انت ممكن تدخل وتضيع، انت اصلا يعني في اطباء كثير هو حابب انه بده يطلع برا، بده يكمل برا. هذا طبعا يعني حقيه له، هو يفكر بمصلحته، يفكر باموره وكذا. ولكن الاختصاص هذا بالذات يعني بصراحه لانه البوزيشن تبعه جدا جدا قليل، فانه يعني اللي بده يدخله يكون هو حابب يدخله، يعني يشوف كيف الامور. لانه في ناس كثير بدخلوا بيقدموا سنه سنتين بعدين بيطلعوا. فانت هلا طول السنتين هدول يعني ما حتى البروجرام ما استفادش هيك، يعني هم اصلا بيجيبوا واحد او بيجيبوا اثنين بالاربع سنين، لانه يعني هيك ما استفادش، انه هو البرنامج كله انضرب زي ما تحكي. فهاي النصيحه. ثاني شيء انه نقطه مهمه جدا، انه عشان الناس انه هو مريح ولكن دراسته يعني دراسته تاخذ وقت. يعني اذكر انا لما درست على البورد كنت ادرس حوالي 16 ل 17 ساعه متواصل عشان الحق اخلص كل اللي علي. قعدت تقريبا شهر ونص على هذا الحال قبل، قالوا 17 اتلحق. واحكي لك انه يعني في اشياء انت ما بتقدر تلحقها، يعني انت كان عندك مرجع المايكرو حوالي 1000، مرجع الاليمينولوجي حوالي تقريبا 700 صفحه، المرجع الخاص للطب المختبرات اللي هو هنري حوالي 1700 صفحة. يعني انت بصحيح، بس انت بتحاول تخلص اكبر قدر ممكن عشان تدخل تضمن انك تنجح من اول مرة وتخلص، تخلص زي ما تخلص الطابق يعني. فدراسته ضخمة جدا، بس في وقت يعني معك وقت تدرس، بس انه يعني هو مريح بده جلد. مو على اختصاصات الطاولة هم بيكونوا يا حرام يعني، ما يعني مشلول املهم وفيش وقت يدرس كمان، ومطلوب منهم 700 الف قصة. فايش هيك وهيك. الله يعطيك العافية، تمام، ان شاء الله خير. يعني شاكرين لك كثير وشكرا على المعلومات، وإن شاء العفو الله فيها العفو العفو، الفائدة للجميع. ان شاء الله شكرا باذن الله، للحضور، وإن شاء الله إنه الفائدة وصلت، وإن شاء الله ان بنشوفكم شاء الله بالندوات الجاية بإذن الله. ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا لبرنامج حكيم. صراحة برنامج حكيم يعني عامل جهد جدا ممتاز خلال السنوات الماضية. نشكر طبعا دكتور طارق التميمي على الجهد الجبار اللي هو شغال معك، وكل الاطباء اللي شغالين برنامج الحكيم. الله يجزيكم الخير، وان شاء الله تكون كله ميزان حسنات كل الجميع ان شاء الله. أجمعين أجمعين يا رب. الله يكرمك دكتور محمد، شكرا كثير على الاستضافه. واي شيء اي حدا حاب انه يستفسر ممكن ابعث لكم على الخاص رقم تليفوني، وانا جاهز لاي استفسار بإذن الله، يعني احنا برضو جاهزين على الصفحة بإذن الله. ايه ان شاء الله. شكرا كثير لكم، الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك يا رب، يا أهلا وسهلا، الله يعافيك، السلام عليكم. السلام، وعليكم السلام ورحمة الله.